تؤكد الإحصائيات الرسمية في المثنى وجود 12 مدرسة كرفانية في عموم المحافظة، وهذه المدرسة واحدة من تلك المدارس، وهي بلا سياج خارجي وتشكل خطرا على حياة التلاميذ. يا أي المطر يخرع على الطلاب، أطلع بيه وطب. في قرية الشرمان بالمثنى يدرس أكثر من 200 تلميذ في مدرسة الكلمة الطيبة الكرفانية. المدرسة تفتقر إلى أبسط إجراءات السلامة لحماية التلاميذ، والذين تزداد مخاوفهم كلما اقترب موسم الشتاء. نجيب الطين ونطب للصفوف، الصفوف تخرع علينا ماي، لا كهرباء، هذا الشبك كله طايح كسر، أريد بناها، بناء المدرسة. تحتاج المثنى إلى بناء 200 مدرسة جديدة لفك الدوام المزدوج وإنهاء ملف المدارس الكرفانية المصنوعة من السندويش بانل. هاي تخوف، تخوف أيام الشتاء، تخوف والله، والله تخر على الطلاب. جتنا ذيك المرة الهواء طار واحد من الكرفانات خلع على فوق، والله الطلاب بالخراب موجفة. طالب مدرسة البناء للمدرسة، هذه كرفانات أيام الشتاء تخر على الطلاب، بالصيف حارة كهرباء ماكو، مدرسة شوف عندك السياج هسه واقع، شبك ماكو، اشترى حاطينهم شرك. المدارس الكرفانية تشكل خطرا كبيرا على حياة الطلبة، فهي مصنوعة من مواد لها قابلية اشتعال عالية وسريعة، والخطر يبدو أكبر عند معرفة أن الكرفان الواحدة يضم أكثر من 30 طالبا. من المثنى خليل بركات، يو تي في.